ما قولكم في الكتب التالية؟ المنتقى النفيس من تلبيس إبليس لابن الجوزي. أصل الكتاب طيب، الذي هو تلبيس إبليس، نعم، أغلق بالعلم والعلماء، هذا كتاب طيب في الجملة، ومعروف عند أهل العلم، طيب. وأما مختصر فلا أدري، لم أطلع عليه، ربما يكون المختصر أحسن في الاختصار، وربما يكون أساء، أو زاد شيئا لا أعلم عنه، فلا أقدر أن أزكي المختصر، وإنما الأصل أنا أزكيه، وفيه فوائد عظيمة، نعم. جزاكم الله خيرا، الذي هو تلبيس إبليس، جزاكم أو نقد العلم والعلماء، طيب. الأحاديث الموضوعة في الشوكاني، الفوائد المجموعة الأحاديث الموضوعة للشوكاني كتاب طيب، كتاب طيب ينبه على الأحاديث التي حكم عليها الإمام الشوكاني بوضع، قد يكون في بعضها نبط، ولكن هو في الجملة طيب. واقعنا المعاصر للشيخ محمد قطب. أنا لم أطلع عليه ولا أقدر أن أحكم عليه، لكن هو في الجملة كتاب ثقافي، ليس كتابا علميا، وإنما هو كتاب ثقافي. نعم. الندل والنحل للشهر الثاني. هذا تاريخ من فرق الإسلامية. نعم. والكتاب في جملته كتاب طيب، لأنه يعطي فكرة عن الفرق والشبهة التي بنت عليها مذاهبها وبيان الصحيح من غير الصحيح، وإن كان عليه بعض المؤاخذات، لكن في جملته الكتاب طيب، مرجع من المراجع المعتمدة في معرفة الفرق والنحل. نعم. جزاكم الله خيرا.